نبيه بري. بدنا نسمع بدنا نسمع. إذا بتريدوا إذا بتريدوا نبيه بري 65 ورقة بيضاء 23 ملغاة 40. باسمه تعالى باسمه تعالى السيدات والسادة الزملاء الحضور الكريم، الشكر للسادة النواب الذين استودعوني صوتهم، وأيضاً الشكر موصول للزملاء النواب الذين عارضوا انتخابي رئيساً للمجلس سواء بالتصويت لا أو بورقة بيضاء أو باختيار اسم خارج السياق المألوف أو بالاقتراع من باب الزكزكة. سأحترم كل هذه الأمور وأعمل بهدي كل رأي أو نقد بناء، وسوف ألقي خلفي كل إساءة، وسنلاقي الورقة البيضاء بقلب أبيض ونية صادقة ويد ممدودة للجميع للتعاون المخلص من أجل إنقاذ لبنان. في ظل تفاقم الأزمات والتحديات التي تداهم كل لبناني لأي طائفة انتمى ولأي توجه سياسي كان، أدرك وتدركون معي في هذه اللحظات العصيبة والراهنة التي يمر بها لبنان بأن أي كلام لا يلامس وجع الناس واحتياجاتهم في كل ما يصنع حياتهم وحياة وطنهم، وأن أي خطط ووعود وبرامج لا تقدم الحلول للأزمات على اختلافها وكثرتها هو كلام وخطط خارج السياق. وإني أقتبس مما قرأته بالأمس القريب، الكلام ليس لي، لن تكون جلسة الثلاثاء يعني اليوم على كل الأهمية المعطاة لها سوى المقبلات على مائدة الاستحقاقات التي تنتظر المجلس، لكن قد يكون من المفيد لجميع النواب والكتل أن يدركوا من خلالها حجم التحديات الملقاة على عاتقهم في زمن لن يحظوا فيه بطرف المناورة، ولا سيما أن سلاح التعطيل المتوافر بين أيديهم لن يفضي سوى إلى جريمة كبرى بحق الوطن الذي بات يحتضر بشهادة الجميع. انتهى الاقتباس. فاللبنانيون والعالم يتطلعون إليكم كبارقة أمل ربما وحيدة قادرة على إعادة لبنان لتألقه وإنقاذه، وبارقة أمل تطمئن اللبنانيين في حاضرهم ومستقبلهم. فلنحتكم للإرادة الوطنية الجامعة المتمثلة بقلق الناس وآلامهم وتطلعاتهم وآمالهم بالقدرة على الإنقاذ والتغيير. وبعد أن طوينا صفحة الانتخابات النيابية وفاز من فاز، وبعيداً عن احتساب الأكثرية لهذا الطرف أو ذاك، أدعوكم كي نكون جميعاً على النحو التالي: 128 نائب، نعم، لمجلس نيابي يرسخ مناخات السلم الأهلي والوحدة الوطنية، و 128 لا لمجلس يعمق الانقسام بين اللبنانيين ويعيد إنتاج مناخات الاحترام الداخلي ويوزعهم على محاور الانقسام الطائفي والمذهبي. لنكن 128 نائباً نعم لإنجاز الاستحقاقات الدستورية في موعدها،
128 لا للفراغ في أي سلطة. نعم لنكن 128 نائبا، نعم جريئة ودون مواربة للانتقال بلبنان من دولة الطوائف والمذاهب والمحاصصة إلى دولة المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص والدولة المدنية. لنكن 128 نائبا صريحة وقوية، نعم وواحدة موحدة ضد أي تفريط بحقوق لبنان السيادية في ثرواته المائية والنفطية مع فلسطين المحتلة، و 128 نائبا لا للتنازل أو المساومة أو التطبيع قيد أملة في هذه الثروات تحت أي ظرف من الظروف ومهما بلغت الضغوط. لنكن 128 نائبا لحفظ حقوق الموجعين كاملة وإقرار وتنفيذ كافة القوانين المتصلة بمكافحة الفساد والهدر واسترداد الأموال المنهوبة. أخيراً وليس آخراً، فليكن الخلاف والتنافس من أجل الأفضل للبنان واللبنانيين. أجدد الشكر للزملاء النواب، لوسائل الإعلام، ولقادة الرأي والقادة الحضور، وإلى اللقاء في استحقاقات وطنية عنوانها الدائم وحدة لبنان. نعيش جميعاً إذا عاش لبنان، عشتم وعاش لبنان.